السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اعلن نقيب الممثلين في مصر اشرف زكي وفاة الفنان ابراهيم نصر اشهر من قدم برامج المقالب من خلال برنامجه الشهير الكاميرا الخفية، وتوفي الفنان المصري فجر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عاما، ويتم الان تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالازبكية، ثم تتجه اسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الاسرة بمنطقة العباسية. يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم نصر له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وله مشاركات تلفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها شمس الزناتة مع الزعيم عادل إمام.